قلب الإنسان. في البشر القلب واقع مركزيا بين الرئتين، مع تقريبا ثلثين من كتلته مائل أو منحرف تجاه يسار خط المنتصف، فهو عضو عضلي مجوف شكله مثل المخروط الغير حاد في حجم قبضة اليد. ويتضمن القلب في المركز غشاء النسيج الرابط الذي يسمى تأمور، شغاف القلب. تأمور القلب به طبقات بها سائل يملأ التجويف الذي في الوسط يسمى سائل التأمور، ويمنع الاحتكاك بين الطبقتين التي تحيط بالقلب الذي يصنع من ثلاث طبقات تسمى جدارا خارجيا للقلب. عضلات القلب في الوسط وفي الداخل وتأمور القلب. والقلب له أربع حجرات، الحجرات منفصلة عن بعضهم البعض بالحواجز. الحجرتان العلويتان تسميا الأذين الأيمن والأذين الأيسر، والحجرتان السفليتان تسميا البطين الأيمن والبطين الأيسر. وترى الصمامات بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، وأيضا بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن. هذه الصمامات لها أغلفة عضلية تسمح بتدفق الدم فقط من الأذين إلى البطين. إن القلب مجهز بالعضلات الخاصة وتسمى العضلات القلبية. التي تتقلص وترتخي وتأخذ دما من الوريد الكبير ويسمى الوريد الأجوف، ويصب في الأذين الأيمن. الدم الآتي من الأنسجة يكون به كمية قليلة جدا من الأكسجين. الوريد الرئوي يجيء من الرئتين ويصب دما مؤكسدا في البطين الأيمن، والأذين الأيسر يصب دما مؤكسدا في البطين الأيسر، ثم يتقلص البطينان. ومن البطين الأيمن يمر الدم المؤكسد عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين. ومن البطين الأيسر يوزع الدم المؤكسد عبر الشريان الأورطي إلى جميع أجزاء الجسم. بهذه العملية الدم الغير مؤكسد يأتي من الأنسجة إلى القلب، ثم يعود الدم المؤكسد الموجود في الرئتين إلى القلب. يتدفق الدم مرتين خلال القلب وتسمى توزيعا مضاعفا.